سيد رئيس، أشكر الفريق المحترم على طرح هذا السؤال. هم أنتم تعلمون بأن هذه الحاضرة السيارات اللي موجودة ماشي تشرات في 2012، هذا تراكم معدل السن ديالها اللي عندنا ديال 136,000 معدل السن 10 سنوات، بمعنى آخر أنها تشرات وتراكمت مع مرور سنوات الحكومات. نحن أمام واحد القضية اللي خصها تعرف، لكن أيضا يجب أن نعترف بأنه خلينا نتكلموا بصفة، كاين قطاعات واعدة اللي محتاجة للسيارات وما أكثر، محتاجين لها قطاعات اللي كيخرجوا للميدان لابد نحتاجوا للسيارات، كما نحتاجوا أيضا إلى توسيع الإدارات باش نكونوا قريبين من المواطنين ونقوموا بالدور ديالنا. يمكن نعطي النموذج ديال وزارة تجهيز النقل، وزارة الفلاحة، وزارة الطاقة، واحد العدد ديال الوزارات. بطبيعة الحال لما جات الحكومة دارت واحد المقاربة، تعرف السيد المستشار المحترم ما كاينش شي وزاره كتشري سياره الا باذن السيد الرئيس الحكومه وبالتدليل. لماذا غيشري هاد السيارات؟ يعني كيتقدم على اساس ان تعوض اللي فات، ما كتكونش اضافيه الا اذا كان هناك حاجه ملحه خاصه للوزارات المحدثه يعني. وايضا انه حتى كيدي البقيه اللي غادي يشري مقابل ديالها كيديها لريفورم، كيديها لريفورم باش كنبقاو نحافظوا على التوازن ونحافظوا على نفس العدد. المسألة الأخرى هو أنه تحدث السقف الأعلى، ما بقاش السيارات، يمكن نقول لك الوزراء ما عندهمش الحق يتجاوزوا 45 مليون. لم يبقى كالسابق 90 مليون و80 مليون وزيادة، أقصى 45 مليون. ويمكن لي نقول لك حادثة أنه زاد 8000 درهم وحوسبنا عليها. صافي 45 مليون 45 مليون حتى للسيارة ديال الوزير، باش نعطيكم هذا النموذج. ثم أنه بطبيعة الحال الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك دارت واحد المقاربة اليوم فليت مانجمنت اللي عرضتها على القطاع الخاص وبدا كيتعامل معها. الان عرضناها على الحكومه، واول قطاع اللي غيطبقها هو قطاع تجهيز النقل، لان الوزاره هاد الاداره تابعه له لتدبير باش نقلصوا من الكلفه، نقلصوا ايضا من الكلفه ديال الصيانه، نقلصوا ايضا من الكلفه ديال البنزين، ثم ايضا نراقبوا تحرك هذه السيارات. هذه واحد القضيه مهمه جدا، لا بد من مراقبه التحرك ديالها. السياره خصها تبقى وسط المدينه وسط المدينه، السياره اللي كتخرج للميدان كتخرج للميدان اش من نهار. ولذلك درت اقتراح كنموذج عندنا، نموذج معلوماتي بالجي بي اس اللي كيحاول انه يدبر حركه ديال السيارات لمزيد من ترشيد هذه النفقات ومتابعه الاستثمارات في هذا المجال. قلنا لك شنو درنا والقرارات اللي خذينا والمنظومه الان اللي وضعناها والسقف اللي حددناه. اذا كتكلم على سيارات قديمه في حكومات سابقه شيء، كنتكلم على شنو درنا احنا كوزراء. وما كاينش كلهم غيروا السيارات ديالهم، بعض الوزراء يضطروا يغيروا لان وتطلب منهم يفوتوا واحد السقف. ثالثا مادام تعلمون هذا البضخ السيد وهذا التبذير، كتشوفوا عندكم ليكاط المجلس على الحسابات والولايه اللي حداكم كمنتخب، صورها ودير الشكايه والمراقبه. يعني لا اسمح لي، لان الدور لا اسمح لي، اولا لا الحكومه سي عالمي راه ماشي راس الحكومه كتقوم بالدور ديالها، المنتخب كيقوم بالدور ديالو ماشي في السؤال، حتى محليا باش ما يكونش متواطئ مع الناس اللي تحدث معاهم محليا.